جاب لجاب تقبرني، هذاك بيعيشها بعز ونعيم. وحتى لما نعرف من نادر انت شو بتشتغل صارت تجي افكار ما بعرف، يعني مثل كأنه بدهم ياخذوا المحل اللي جنبك ويفتحوه مثل قعده ومطعم. لك شو عم تخربطي انت؟ لك شو المحل اللي قدامي ماله اصحاب؟ بعدين مين اللي قال لك انه اصحابه بدهم يبيعوه؟ تقبرني، عيب يدفعوا لهم قرشين زياده عن السوق، بيبيعوا وبينبسطوا. خزيت العين حولك، ما شاء الله كان صايرة محللة اقتصادية ولا تبع وورد ستريت. شو قلت تقبرني؟ لا مو مهم، مو مهم، شغلة ما رح تفهمي فيها بكل حياتك. الله يسامحك، ليش أنا شو قلت؟ نادر، شو قالوا لك عني عم ابيعها بيع للبنت؟ أنا الله مفضل علي وتأمرني بخيره، بس هي شغلتك أنت وابنك، عم تعملوا لي إغراءات بشغلي، أنا كل همي إنه أعيشها منيح. ايه تقبرني، ايه شو بدي احسن من هيك واحد زنقير وبعيش همين؟ بس والله كبير يا ام نادر، شو بدنا نضحك على بعض؟ بس يعني لو ما في غيره بدي اتجوزه ورجله فوق رقبته، بس اجانا هذا مناسب اكثر. اكثر؟ انت لسه ما بتعرف شو الاملاك اللي عنده اياها ابو صابر وشو ناوي يكتب للمحروسه بنتك منها. لك بدي افهم على شو مستأتيني. اعمى قلبي بعيد عنك، هو شاف صورته وقال بده اياها، اعمى قلب. منادر لا تحكي عن وصال، بنتي وصال خط احمر. يا تقبرني، ليش انا شو حكيت غير يلي انت حكيته بلسانك؟ انا ابوها بلا منقودين، انا ابوها. اسفه لا تواخذني. المهم احكي لك شو الاملاك اللي عنده اياها ابو صابر وشو ناوي يكتب للمحروسه بنتك منها. احكي لي شو ناوي يكتب للمحروسه بنتي، احكي لي. بدي اكتب لها بيت، بتعرف قديش مساحته؟ 240 متر، كبير كتير. تعال شوف الفرشة اللي فيه كلياته.